السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف حاجة سهلة جدا بس هي مهمة، ازاي هخرج المعلومات من الريفت واوديها لباور بي اي. باور بي اي عشان يفهم المعلومات لازم اداله فايت تكست او فايت اكسل بيانات معمولة اعمدة وصفوف. طيب هاجي هنا في الاكسل واقول له نيو سكادول، وخلينا نعمل الويب مثلا اهي دور، تمام، واقول له انا عايز البيانات دي من الوركينج دروينج الفيس، واقول له اوكي. وتبدا بقى تشوف ايه البيانات اللي انت محتاجها، مثلا الفاميلي التايب، عايز تاخد مثلا الويتس الهاي، كل البيانات ديت نقدر ان احنا نستفاد منها. الكاونت ممكن نعمل لها داون شويه، اوكي. احنا عملنا فيديوهات كتيرة في ازاي تعمل سكادول فمش هتطرق ليها كتير، لكن ابسط حاجة ان انا هنا في السورتنج هشيل الاتمايز عشان ما يكررهمش، يدمجهم لو هم شبه بعض، واقول له كررهم بالطيب واقول له اوكي. طيب كده بقى عندي السكادول جاهز، فانا ممكن اقول له فايل واقول له صدره لي كسكادول. من ضمن الحاجات الغريبة في الريفت ان هو ما بيصدرش الاكسل، لا يصدرها لك التكست، وما يصدرش كل سكادولات مرة واحدة، لا يصدرهم واحد واحد، تمام. الكلام ده من أول نسخة ريفت نزلت وإحنا عمالين نتكلم معاهم، يعني طلع علينا إخواننا الموضوع سهل. هقول له إيه سيف كده، أنا عملت الدور سكادول وبقى جاهز إن أنا أشتغل عليه، تمام. أقول له أوكي. الباور بي أي بيقبل الملف اللي إحنا صدرناه دوت، يعني الملف اللي هو التكست الباور بي اي ما عندوش اي مشكله خالص ان هو يتعامل معاه، لكن لو احنا عايزين نحول له اكسل وندخله اكسل برضه مفيش اي مشكله خالص. يعني لو جينا هنا في الجيت داتا وقلت له انا عايز ادخل بيانات تانية غير اللي موجودين بره دول، وقلت له انا عايز تكست سي اس في، هيقبله خالص بدون اي مشكله. درس كده، لكن انا ممكن افتحه كاكسل واسيبه كاكسل لو انا عايز. اقول له اوبن، فهو بيعمل كونكشن بحيث لو انت عدلت فيه يقدر يشوف التعديلات ويظهر معايا. طيب الداتا دي بقى موجوده فين؟ دور سكادول بيقول لي ده في الكولوم الاولاني، الكولوم الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهكذا. فممكن نقول له لوت، فهاجي هنا اشوف الداتا بتاعتي الاقي ان هي موجوده بالشكل دوت، تقدر ان انت تعدل فيها اهي الدور السكادول، ودي الاعمده اللي موجوده تقدر ان انت تعدل فيها برضه زي ما انت عايز، تخفي حاجه، تغير حاجه، كل دي اختيارات تقدر ان انت تعدل فيها. بعد كده نقدر نسحب اي فيجوالايز من دول ونربطه مع الداتا اللي معانا. تقدر تعمل سيليكت، تقدر تسحب دراج اند دروب، يبدا يظهر لك البيانات زي ما نشوف في الدروس اللي جايه ازاي نظهر البيانات اللي احنا عايزينها. يبقى احنا ممكن نربطه بالاكسل او نربطه من جيت داتا، نربطه بالتكست.